السلام عليكم، مش كاين الخو تانية وكلشي مزيان؟ الله يحفظكم ليا. البارسا رجعات اخوتي. واش شفتو هذاك رقم 7 صاحبي؟ داك بعدا شنو سميتو كاع بتحفظ ليا كاع ديك السميه. المهم رقم 7، واش ديك السيده صاحبي كيضرب كيقنف في الشبكه. علاش صاحبي تكون بحال هاد اللعيبه صاحبي وراد مينو في الفرقه الثانيه؟ ماشي حشومه صاحبي، راه حشومه صاحبي. ديونغ صاحبي، داك اللاعب ديونغ كيسالي معايا. داك ديونغ صاحبي، ديونغ شو السيد كي جبت كره كي تيطلقها مرضني في وحده كان يقصي قنتها صاحبي. ضرب هكا هكا ديونغ تضرب في الشبكه من الاول. ميسي وسواريز كيتسناوكم، يلاه رجعوا رجعوا الدراري. شفتوا هذيك اللقطه تاع انيستا هو كيعنق بوسكيتس؟ يا صاحبي عتي واخا ما تكونش برصاوي، الا ما حسيتي بقلبك كيتزعزع في ديك اللحظه راك ما كتعرف حتى لعبه في الكره صح. جابوا الكاس ديال الراكيتين ديال الشركه وداك الشيء، المهم جابوه بدي مزيانه. واخا خسروا مع تشيلسي ولكن اليوم قصروا ماتش زوين. الينيا تاعو قالك بيدير بيشني ضربه صاحبي، مع هذا كنتي غتضرب بيت عالمي يا صاحبي. البارة ديال مو مالكم شترع شتد البارة دارت هذاك صاحبي بيتفرضوا فيه مالكم. الله يا خويا اللي كيقصر بالله. ديمبيلي تا هو زوين اليوم واخا كتر كلشي الدراري لعبوا اليوم شابو. الدفاع صاحبي تيديبو عندكم تيديبو صاحبي تجيبو ديال اللي ختو تيديبو اليوم شحال بيت زك عتق ليكم السيد كيتقاتل صاحبي كيدخل صحيح باقي داخل الجلده باقا عنده باقي السيد واقف تيديبو. الله الا خصو يلعب رسمي بالرب انا ما كرهتش تيديبو يلعب مع الانجليت رسمي وتفرج ليك ويكون ديونغ في الوسط بحال اليوم غريزمان اللي مازال غريزمان ولكن كنتسناوك غريزمان عارفينك غترجع. غريزمان غايبان ولكن مازال ما بانش. خصو ميسي خصو سواريز وكيبان لي انا كيهتهد بهم فهمتي السيد كيتسطى على ميسي. قال لك السيد كيبين في الليل كيحلم بميسي لاعب هو وياه، يعني السيد مازال ما عندوش الكاني يلعب خصو يكون ميسي في التيران. المهم البارسا نحن منتظركم. نيمار بيتي تجي ما بيتيش تجي بلاش كاين هاد السبعه هذا حنا واعرين البارسا متعته كرة القدم من الاخر.